السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبائي طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي في قناة دروس لدرس جديد من دروس العلوم الفصل الدراسي الثاني. موضوع درسنا لهذا اليوم مراجعة الفصل العاشر من إعداد وتقديم معلمتكم الأستاذة سارة المغربي. أحبائي، ماذا تتوقعون أن نتعلم اليوم؟ سنتعلم اليوم بإذن الله تعالى بعض المهارات العلمية من خلال الإجابة على بعض التساؤلات. أحبائي، سنسترجع اليوم بإذن الله تعالى مراجعة للفصل العاشر من خلال الإجابة على بعض الأسئلة. سنكمل عبارات بكلمات، وسنكمل جمل، ونوصل، وسنصنف، فتابعوني بإذن الله تعالى. فهيا معي. أحبائي، السؤال يقول: أكمل كل من الجمل التالية باستخدام الكلمة المناسبة. الجملة الأولى تقول: احتراق الخشب مثال على. الكلمات تقول: يتبخر، التكثف، التغير الفيزيائي، التغير الكيميائي. تذكروا أحبائي جيدا احتراق الخشب مثال على. هل الخشب يتغير شكله عندما يحترق، أم يتغير شكله وحجمه فقط، أم يصبح شيئا مختلفا؟ إذن أحبائي، أي الكلمات التي تناسب الجملة الأولى؟ احتراق الخشب مثال على. رائع، بارك الله فيكم. يتغير ويصبح شكله مختلف عند احتراقه، إذن هو مثال على. رائع، التغير الكيميائي، بارك الله فيكم. الجملة الثانية: يمكن للماء المتبخر في الهواء أن يتحول إلى سائل في عملية تسمى. تذكروا أحبتي أن الماء في حالة، بارك الله فيكم، في الهواء الماء يعتبر بخار ويتحول إلى سائل. إذن أحبتي، بخار الماء عندما يتحول إلى سائل، فإن درجة حرارته وهو موجود في الهواء، هل هو تسخين أم تبريد؟ إذن بارك الله فيكم، بخار ماء في الهواء يبرد. رائع، إذن درجة حرارته، بارك الله فيكم، تفقد. إذن الماء المتبخر في الهواء يتحول إلى سائل في عملية تسمى. رائع، بارك الله فيكم، التكثف. الجملة الثالثة: قد يتحول الماء إلى غاز، أي أنه. نعم أحبائي، الماء في أي حالة ويتحول إلى غاز. رائع أحبائي، يتحول الماء إلى غاز في عملية تعرفنا عليها، بارك الله فيكم، في عملية التسخين، أي أن درجة حرارته، ممتاز، عالية. إذن الماء يتحول إلى غاز، أي أنه، بارك الله فيكم، يتبخر. الجملة الرابعة من الأمثلة على إحدى التغيرات التي تحدث من حولنا ونراها في الصورة هنا: الرطوبة والجفاف. من الأمثلة على، نعم أحبتي، الرطوبة والجفاف تحدث في الهواء. هل هو يعطينا شكل مختلف أم تغير فقط في الحجم والشكل بالنسبة للطقس؟ رائع أحبتي، إذن الكلمة المناسبة هي، بارك الله فيكم، من الأمثلة على التغير الفيزيائي، يا رائعين. السؤال التالي يقول: أصنف إلى تغير كيميائي أو تغير فيزيائي. أحبائي، نتذكر معا التغير الكيميائي والتغير الفيزيائي.
أتذكرون معنى التغير الكيميائي؟ نعم، أسمعكم. بارك الله فيكم، تغير في المادة؟ نعم، بارك الله فيكم، وتعطينا شكلا مختلف، بارك الله فيكم. أما التغير الفيزيائي؟ نعم، بارك الله فيكم، تغير في شكل المادة وحجمها فقط. إذن أحبائي، صنفوا معي ما ترونه في الصور التالية. في الصورة الأولى، ثني الورقة، هل تغير شكلها وحجمها فقط؟ أم أعطتنا شكلا مختلف؟ إذن هو تغير ماذا؟ بارك الله فيكم، تغير فيزيائي. لاحظوا معي الصورة التالية، صدأ الحديد للدراجة، هل أعطانا حديد مادة مختلفة عندما يصدأ؟ أم تغير شكل الدراجة وحجمها فقط؟ نعم، رائع أحبائي، إذن هو تغير ماذا؟ بارك الله فيكم، أعطتنا شكلا مختلف، تغير كيميائي. الصورة الثالثة، قلي البيض، البيض كان بشكل وعندما قليناه فإنه، نعم، يتغير شكله وحجمه ويصبح أيضا شكله مختلف. إذن من أي التغيرات قلي البيض؟ نعم، بارك الله فيكم، تغير كيميائي. لاحظوا الصورة الرابعة، الماء يتجمد على أغصان الشجر، هل الماء تغير شكله فقط؟ أم أعطانا شكلا مختلف عندما تجمد على أغصان الشجر؟ رائع أحبتي، لم يتغير إلا شكله، إذن هو تغير؟ نعم، تغير فيزيائي، بارك الله فيكم. أحبتي، رتبوا بالتوصيل التغيرات التالية بحسب الصورة المناسبة. التغيرات هي إضافة حرارة للماء غليان، وإضافة حرارة للثلج ونسميها الانصهار، ويتحول الماء إلى غاز ويسمى التبخر. الصور أمامنا الآن لنوصل التغيرات بحسب الصورة المناسبة. لاحظوا الصورة الأولى، هنا نرى، نعم، بارك الله فيكم، الثلج، ما الذي يحدث له؟ رائع أحبتي، عندما نضيف له حرارة فإنه يحدث له انصهار. الصورة الثانية، نعم، بارك الله فيكم، لاحظوا الفقاعات هنا، نعم، بارك الله فيكم، إضافة حرارة للماء، إذن هو غليان. لاحظوا الصورة الثالثة، ما اسم الشكل الذي ظهر؟ رائع، بارك الله فيكم، يتحول الماء إلى غاز، إذن هي عملية تبخر. رائعين أحبائي، اربط العبارات المناسبة بالمفردات المناسبة. العبارات هي، عندما يبرد الماء السائل يتحول إلى صلب، يسمى تجمد أم الانصهار أم التكثف؟ نعم أحبتي، عندما يبرد الماء السائل يتحول إلى صلب، أي أن الصلب، رائع أحبتي، أي أن الصلب جامد. إذن أحبتي، أي الكلمات التي تناسبه؟ أي المفردات المناسبة؟ رائع، التجمد، بارك الله فيكم. في الجملة التالية، عندما يبرد بخار الماء يتحول إلى سائل، بخار الماء يبرد ويتحول إلى سائل، إذن إنها عملية تسمى، رائع، بارك الله فيكم، التكثف، عندما يتحول الجامد إلى سائل بالتسخين يسمى، الجامد يتحول إلى سائل بعملية التسخين فإننا نسميها، بارك الله فيكم، الانصهار. يا رائعين أحبائي،
السؤال التالي يقول: ماذا يحدث للماء عند تبريده؟ نعم أحبتي، الماء عند انخفاض درجة الحرارة فإنه يبرد. إذا ماذا يحدث للماء عندما يبرد؟ رائع أحبتي، بارك الله فيكم، تغير يحدث لها من سائل إلى صلب ونسميه، يا رائعين، التجمد. رتب الكلمات المناسبة في فراغات الجملة التالية. الجملة تقول: الشمع مادة وعندما ينصهر ويتحول إلى، والكلمات هي يسخن، سائل، صلبة. نعم أحبتي، الشمع في حالة مادة ماذا؟ أي الكلمات المناسبة نضعها في الجملة هنا؟ رائع بارك الله فيكم، الشمع مادة صلبة عندما تتعرض إلى، لاحظوها في الصورة هنا، الشمع مادة صلبة عندما، رائع بارك الله فيكم، عندما يسخن ينصهر ويذوب ويتحول إلى، نعم بارك الله فيكم، ويتحول إلى سائل، يا رائعين. شكرا لكم أحبتي ولحسن استماعكم ومراجعتكم، وإلى لقاء آخر في درس جديد من دروس العلوم.